فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على تبعات الجولة الثالثة قبل البطولة. البارح شاهدنا حادثة مؤسفة للنجم المتلوي وحافلة النجم المتلوي في مقابلته مع السي بي. باش ناخذ أكثر تفاصيل شنو صار بعد المقابلة وأسباب الاعتداء على الحافلة في المباشرة من عند الناطق الرسمي باسم النجم المتلوي عصام الشعباني. سي عصام أهلا بيك. مرحبا سلام، مرحبا بكل متتبعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك سي عصام. باهي، قبل ما اسالك على الموضوع ميساج حتى اللوم نقبلوه، برامو عندك لوم عليان؟ اكيد جدا اللوم ديما على اللي كنت على على تقديمك للبرنامج وعلى يعني تجاهلك للنجم المتلوي وتجاهلك للاداره إدارة الإعلام بنجم متلوي في خصوص يعني بعض التصريحات وتدخلات لبعض المسؤولين في جمعيات أخرى ولا في مع كل يعني أي إنسان اجبد نجم المتلوي سواء بالباهي ولا سواء بالخايب، ولم يتم إعلام نجم المتلوي قبل بداية كل حصة رياضية طبعا اسلام المدرسه. باه، جست حنا نوضح لك كما حكينا في الاوف سي عصام على النقطه هذه. كما قلت لك معناها احنا المجال مفتوح للناس الكل، واي حد باش يحكي في اي موضوع اتصل بيه حب يحكي في موضوع معين مرحبا بيه، وحق الرد يبقى مكفول للناس الكل. تو باغ اكزومبل كما حكينا حتى في الاوف، انت تو باش تحكي على يسار في بنزرت، ما كلمتش انا شكون من بنزرت باش نقول له راهو باش يحكيوا عليكم في الحصه نتاعنا، فهمت سي عصام؟ اما تكلمني في كل وقت المجال وحق الرد مفتوح ليكم معناها. فريق النادي الرياضي البنزرتي وماناش باش نجبدوه بالسوء، لانه علاقه النجم الرياضي بالمتلاوي والنادي البنزرتي علاقه ممتازه جدا. علاقه رئيس النادي السيد عبد السلام السعيداني، للناس اللي ما تعرفش انه عبد السلام السعيداني في يوم ما دافع على الوان النجم الرياضي بالمتلاوي كلاعب كره قدم. باهي، جست حابين نوضحوا النقطة هذه قبل ما ندخل في الموضوع نتاعنا سي عصام. باهي، شنو صار البارح في مقابلة على اعتداء في على الحافلة، وشنو صار بالضبط وكيفاش وما عنده شكون بالضبط؟ اسلام احنا بصراحة يعني دخلت الميدان اكتشفت لأول مرة أنه فما برشا أعداء للنادي الرياضي البنزرتي حتى في وسط الملعب. أعداء أعداء النادي البنزرتي؟ أي الموجود. أنا اكتشفت البارح انه فما برشا اعداء للنادي الرياضي البنزرتي متواجدين في الملعب. اش معناه؟ ما فهمتش النقطة. النقطة اللي ما نعرفش انا شنو الاشكال هذيا، فما ناس تجي تتفرج في النادي الرياضي البنزرتي في ملعب بنزرتي احمد البصيري في 15 اكتوبر في الملاعب وين تلعب النادي البنزرتي، وما تتمناش الربح للنادي البنزرتي وما تتمناش تتمنى الخسارة للنادي الرياضي البنزرتي. فما ناس اللي ممكن ما همش ولاد السيابي، ما همش ولاد النادي الرياضي البنزرتي، ما همش ولاد بنزرت جملة، يمكن من احواز ولايه بنزرت، ممكن من بلايص اخرى، ما نعرفش منين جوها الناس هذيا. اللي اكتشفته وانا امس انه فما برشا اعداء للنادي الرياضي البنزرتي حتى في وسط الملعب. شنو اللي يعني خلاك شنو اللي خلاك بعض الاعداء للنادي الرياضي البنزرتي خارج الملعب؟ اي شنو اللي خلاك تقول الكلام هذا يا سي عصام؟ على شنو شفت؟ شنو شاهدت؟ انا امس في الملعب. اي انا امس موجود في ملعب احمد البصيري واكتشفت انه فما ناس تتمنى الخساره للنادي الرياضي البنزرتي. يعني انسان يتمنى خساره للنادي الرياضي البنزرتي ماهوش من ولد المتلوي بار اكزومبل، ماهوش من متابعين، ماهوش من محبي نجم المتلوي، لكن موجود امس في الملعب ويتفرج في النادي الرياضي البنزرتي وهو من جهه بنزرت وما يحبش النادي الرياضي البنزرتي، نعرف انه فما اعداء داخل الملعب واعداء خارج الملعب. على هذا انا اليوم الحادثه اللي صارت النجم المتلوي امس وتهشيم الحافله يعني ما نجمش نحملها انا الجمهور النادي البنزرتي، خاطر نجم نحملها لاعداء النادي الرياضي البنزرتي. نجم يكون عدو للنادي الرياضي البنزرتي هو اللي كسر الكار هذيك وتم تهشيم الحافله نتاع النادي النجم المتلوي ومن بعد تحسب على النادي الرياضي البنزرتي. هذاك علاش انا حتى في الاوف وقت حكينا الثانويات قلت لك راني مانيش باش نلوم على السيابيه، مانيش باش نلوم على احباء النادي الرياضي البنزرتي اللي امس في مباراه كامله من بدايتها حتى اللي خرجنا يعني تمت حماية النجم الرياضي بالمتلوي، ثم ترحاب بفريق النجم الرياضي بالمتلوي، سوف يعني كعبات من الببليك هذيك حاجة عادية يعني أنه ديما فما شوية كالسب وكذا من أي ببليك موجود في تونس، مش كان في تونس بركة تقريبا في العالم أجمع.
هذيك ما نلوموش، كل واحد يحب جمعيته وما يحبش جمعيه الغير، هذيك حاجه عاديه. لكن ديما نقولوا انه تقريبا يعني اللي صار في وسط الملعب الكل ما صارش حاجه معناها خايبه، كل شيء باهي تعدى من البدايه، من اللي دخل نجم متلوي الى ملعب احمد البسيري لين غادرنا الملعب. الحمد لله ما فهمش حد شيء، بالعكس فما كان الفرحه، فما كان الكلام الباهي. شفنا حتى مدرب النادي رياضي البنزرت كيفاش سلم على ملاعبيه نجم المتلوي، والعكس بالعكس، والناس كلها خيال، الناس كلها حباء، يعني ملاعبيه في السي اي بي لعبوا في نجم المتلوي، وملاعبيه في نجم المتلوي لعبوا في السي اي بي، والناس كلها كل شيء نعرفوه. بلال يكن يعني في النادي رياضي البنزرت يلعب في نجم متلوي، لعبوا معنا برشا من السي اي بي في نجم متلوي، علاقتنا باهيه بهذا الفريق، علاقتنا باهيه برئيس هذا النادي، علاقتنا باهيه بكل الاحباء وكل المسؤولين. لكن الحادثه هذه يعني هذاك علاش قلت راهو نجم نحملوها لبعض من اعداء السي اي بي، مانيش نحمل في مسؤوليه هذا للنادي رياضي البنزرتي والا للاحباء نتاعو، لكن ديما نقولوا راهي ثم حادثه كما هذه راهي ما تجيش في كره القدم فقط. اش معناها؟ فهمتكش. يعني ساعات تصير يعني حادثه كما هذه تخيب، يعني تعمل يعني تجر علاقات فقط ما بين زوج جمعيات، جرتها ممكن واحد ولا زوز فقط من بلاصه معينه، مانيش نحمل في مسؤوليه كما قلت لك للاحباء نتاع نادي البنزرتي، خاطر هذه حادثه تقريبا حادثه فرديه. خاطر ما جاتش ببليك في معبي مثلا مروحين من ستاد ولا حاجه وضربوا الكار، لا هذه حادثه كانت فرديه، اختيار فردي من شخص من بنزرت. ان شاء الله الشيء هذا يا بركه ما يتعاودش. احنا اليوم الحمد لله الاولاد كلهم لاباس في الحافله، ما تصابش حتى ملاعب، يتاكد ان ملاعبيه كل لاباس. السوسه البارح لكن في ظروف خايبه شويه، ممكن خاطر تعرف اللي كار مكسره وبرشا هواء في وسط الكار، خلى انه الملاعبيه ما همش مرتاحين في الرحله نتاعها من بنزرت الى مدينه. اكد ان الناس المهم الناس كل لاباس، معناها اللي كانوا في الكار الحمد لله الناس كلها لاباس. فما بعض شظايا نتاع البولار هذاك اللي كيف يتكسر، يعني جاء على بعض الملاعبيه لكن لاباس الحمد لله، ما فماش حتى خطوره على حتى ملاعبي، الناس كلها لاباس. وديجا وضحنا هذا عن طريق الصفحه الرسميه البارح بعد الحادثه تقريبا بساعه او ساعه ونصف، بعد على كل اللاعبين نتاعنا وتمت يعني خرجنا من نقلنا الى مدينه سوسه، ما نجمناش نروحوا المتلوي خاطر الحافلة ما تنجمش توصلنا للمتلوي بالطريقة هذيك. خرجنا ومشينا لسوسة، والحمد لله اليوم يعني اتفقنا انه نبقوا في سوسة كفريق كامل تحضيرا لمباراة الجي اس كا ان شاء الله يوم الاربعاء. ان شاء الله الحاجات هذه ما تكررش. احنا في المتلوي بعمرنا ما صارت مشكلة كي من هذه، كيف المشكله ديما تصير حاجه فرديه من شخص ولا زوج اشخاص معينين، نفس الشيء اللي صار امس في بنزرت. هذيك هي ساعات بعض من الناس ما تعرفش تفكر، ما تعرفش مصلحه جمعيتها، ما تعرفش مصلحه كره القدم في تونس. الحمد لله صار ان شاء الله ما يتعاودش، وكهو تبقى ديما علاقتنا باهيه برشا مع نادي رياضي البنزرتي ومع كل الطاف نتاع نادي رياضي البنزرتي من رئيس الجمعيه نتاعها الى اخر عنصر في الهيئه المديره. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سي عصام الشعبيني على كل هذه التفاصيل. فاصل ثم راجعين في فير بلاي حتى لما 3:30.